النهارده فيديو قصير، فيديو رايحين ندفع النت زي كل مرة، بس المرة في مكان مختلف. فحبينا نجزر ونجزر باللهجة الأردنية يعني نتمشى، فبنتمشى ونروح ندفع النت إن شاء الله. حبيت نعمل الفيديو القصير ده معكم ونشوفكم كده ونصب عليكم، نقول لكم صباح الخير. كيف اجواء الشتاء عند جميع شباب؟ الشتاء عندنا، الشتاء عندنا جميلة جدا. الجو اليوم ساقعة 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 بصراحة، يعني حاسين بساقعة فظيعة. الجو بارد يعني، لسه الشمس طالعة النهاردة من قريب، مش من قريب يعني من شوية. الجو مش بس جميل، ده عشان انتوا معانا ونشوفكم كده في كل وقت. ها لحظات سعيدة كل اللي احنا وياكم فيها، نتمنى نشوفكم كده فيديوهات اجمل. في فيديوهات كتير والله ان شاء الله، بس نتجهها وننزلها ان شاء الله تبقى عند على القناة. شوفوا المنظر، ان شاء الله نجهزها وننزلها لكم زي ما وعدناكم دلوقتي وزي ما وعدتكم دلوقتي. فبنصب عليكم وبنمس عليكم وبنحييكم بعد الظهر. الساعة دلوقتي 12:30 بعد صلاة الظهر. صلينا الظهر، تقبل الله منا ومنكم. دول الأطفال بيلعبوا في الشارع دلوقتي، احنا في وقت العطلة المدرسية. كده احنا نقضي معكم اللحظات القليلة الجميلة التي نسعد بوجودنا بينكم. تحياتي حسين البداوي على طريق الحياة. احنا يعتبر اقتربنا من المكان ده في النت، يعتبر عند التقاطع، مقابل التقاطع على طول. ده مسجد مش عارف مين، الشارع اللي نازل تحت ده احنا مش هننزل فيه، نحاول نقطع الشارع نخش من جنب البناية دي لما السوبر ماركت غيث نزل تحت، ونروح الشركة بتاعتنا المنشود. بس كده مسجد الحاج عبد الكريم الراضي العساف، ده المسجد، مسجد جميل. دي الشركة اللي احنا هنطلع فيها. اوكي اوكي يلا بينا، يلا بينا.
وبعد كده نكون دفعنا النت. بنحييكم بعد ما دفعنا. مش هوريكم طبعا الفاتورة لان ده مبلغ يعني قدره. شارع مودي على شارع المدينة، ده شارع مودي على شارع البيت حيث نقطن بي. بعد ما قلنا لكم فرص سعيدة، كل فرص معاكم سعيدة وجميلة. عشان نشوفكم سمعنا الكلب اللي بيهوهو ده، يعني مش شايفه، خلينا نشوف. مش باين ضعنة النحلة الصغيرة. رجعنا لكم تاني، احنا كنا سبناكم اصلا عشان نرجع لكم من هناك حيث اتينا، وهنا حيث سيكون وجهتنا. شوارع نظيفة وجميلة ومزينة بالأشجار والنخيل والليمون، شجرة الليمون. أنا بصراحة في أعظم في معظم مش فاهم معظم المنازل بيكون فيها شجر ليمون بيدي ريحة وإنتعاش جميل يعني من جو المنزل. بصراحة أنا شايف والله منظر غير عادي. سما صافية زرقاء، مباني جميلة نظيفة، تساقط أوراق الشجر في فصل الشتاء مش الخريف. واو جميل جدا وقت تساقط الأشجار وأشجار الأوراقها. بصراحة عايز أخد صورة. صور جميل، منظر أكثر من جميل ورائع. بصراحة المنظر الأمامي هي أروع من المنظر الخلفي، لأن السماء بينا إن شاء الله زرقاء جميلة جدا جدا. كنا نشوف السماء. بصراحة أروع منظر. معانا تلفون نستاذنكم نرد ونقول ألو.